معانا دلوقتي تقرير هنشوفه مع بعض عن الكتب الأكثر مبيعاً أو البست سيلر خلال شهر أغسطس، نشوفه ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاون. وتأتي في المركز الثاني الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. ويحتل المركز الثالث كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. جاءت في المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة تدور أحداثهم في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع المماليك الإسلامية في الأندلس. واختتم قائمة الأعلى مبيعاً في المركز الخامس كتاب ماذا حدث للمصريين؟ للكاتب الدكتور جلال أمين، ويحلل الكاتب من خلال الكتاب ما حدث من تغيرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي، وذلك بأسلوب ساخر جذاب.